لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. طيب وكم هذا عن جوزك؟ شو هاد؟ هذا جوزك صعب فك عقده. تعرفي أنا بدي أكتر من سنتين من التأمل لحتى فك له العقد تبعه. ولك آخ يا وجعي. وبينما كان الجميع مشغولين بالحديث عن قدرات هذا الحكيم وإنجازاته ومعرفته الكبيرة، انسلت من بينهم فتاة بأول العمر. مو صاير معنا شيء. وصلت حتى بدي جمرة مشان شغل الصوبة. حط لي اياها هون. حكيم امضى حياته يطلب المعرفة بكل الاصقاع، ظن نفسه وصل لذروة العلم. بالنهاية عجز عن حل مشكلة صغيرة حلتها فتاة بأول عمرها. لم تبرح كوخها الصغير يوما، فالإنسان يسعى بطلب العلم حتى الممات. فاطلب العلم ولو بالصين. وساعتها آمن الحكيم على أنه الواحد بيضل بيتعلم لحتى يموت، ومن مين من كان. هذا حكيم يا عبد اللطيف، مو مثلنا أنا وأنت. ما قلي عيب الواحد يتعلم؟ أقول له لا استاذ شعيب، الإنسان بضل يتعلم لحتى يموت. هلأ روح يا عبد اللطيف وفكر بالحكاية، وبس تفهم معناها ارجع لعندي. أول شيء استاذ أنا بدي شكرك كثير، عم لبكك معي. بعدين بس بدي أطلب منك طلب صغير، الله يخليك، إلا لمرتي أنسام، أول الرأس حنجلة وغدا نلتقي. الظاهر شغلتنا مطولة يا عمي. أحسن شيء أنا رايح. لك عباس؟ شو قصدك كلمة غدا نلتقي؟ ما بعرف. يعني عمو سلام شو بده بهي القصص؟ شو بعرفني؟ وبس تسألني عن الشغل بقول لك شو بدك بهي القصص. هلا الشغل مانو مهم. سوري بس بدي أقول لك معلومة. في ناس هيك بتفكر، هيك بتحب تعيش، هي طريقة التفكير. جمال جمال ما بدك كثير فزلكة. إيه؟ سوري بالإذن لكان. مع السلامة. رحمي. نعم. تعي على العيادة. يلا. شو الأوضاع؟ لك شو بعرف نتركيني بحالي. وينه جمال؟ جمال هرب حجة الاجتماع. الله يهدي النفوس. ليك يا عمي أنا عندي شغلة ضرورية برا، فممكن أتأخر. إذا تأخرت تبقي سكري الاستديو. حاضر عمي. الله يعطيك العافية. الله معك، مع السلامة.
خلص شغلك بالاول وتعال الإجازة وبنطلع 100 مشوار. لك حتى لو كان مشوار فلافل ما عندي مشكلة. وانت واثقة انك رح تحققي مرادك من وراء عامل الضغط؟ واثقة. جميل، بس في قاعدة بتقول انه الضغط يولد الانفجار. اي مش شايفني رح انفجر انا؟ انا مش خايف عليكي انت، انا خايف على ابن عمي. خايف ولا متمني؟ الاثنين سوا، لاني انا كمان رح انفجر. هسه بدي اسالك، هو وين عم يشتغل؟ بعده عند الخواجة شربل. وبلكي بكرة نزل وقال لك انه الورشة خلصت. المي بتكذب الغطاس، انا بعرف قديش عم يطلع غلة باليوم وعم احسب له اياهم وعم استثني المصروف الشخصي والعطل الرسمية. فالحة فالحة للغاية. بحب بشرك وقال لك انه معناتها الولد رح يسرق مشان يجي لعندك باسرع وقت. امين ما بيسرق. معك حق، هو فيش حدا بيخلق حرامي، بس دائما هناك عوامل مشجعة للانحراف. عن إذنك. معلم أمين، معلم أمين، تليفونك. روح. أهلين برحمتي الحلوة. ليك إذا حابب تعمل طلق قبل ما تخلص الورشة ما عندي مشكلة، يعني مصاري مو كل شيء بالدنيا. أنت هيك بدك؟ إيه خلص، ليش معقدك لهالقد؟ أنا ماني معقده، بس مستحيل أترك الورشة قبل ما تخلص. ويا ستي لو ما كفانا أجار الورشة وعد شرف مني لحتى أعمل لك المصاري ولو بدي أسرق. يلا باي. أمين؟ جوزك ما بيطلع إلا بالليل مثل الخفافيش. ايوه، وشلون أنا بدي اطمن عليه بالله؟ شو يا؟ حنيتي؟ لك مو قصة حنيت، بس أنا تضعفتي. لك لا، مو قصة ضعفت، بس لك حاجة بسبسي بقى. خلصنا، اتصلي فيه، كتير صعبة هالقصة. ايه ما بدي اطمن عنه بشكل مباشر. وينو عباس؟ عباس مو هون، راح بكير. وامتى بيرجع؟ بكره. بالله، لسه بدي استنى لبكره لحتى اطمن عن يزن. ايه علينا، لك شو بكي؟ مو على اساس اخذي موقف حاسم وبدك كفلاء ومدري شو. إيه ما اختلفنا، بس هالشي ما بيمنع اني اطمن عنه. اف يا اهلين يا ابني. ايه عمي، شو صار معك؟ والله لك يا ابني لساتها متنحة. ايه طبعا رح اكون متنحة، لأنها علقاني فوق على الشجرة. شو يعني؟ يعني خلص راح أروح لعندها واستسمحها وراضيها، بس في إلي شرط. تفضل. يعني إذا ما فيها سهلة خليها تقلي وتعطيني الأمان، يعني حل وسط بيناتنا. طيب طيب يا كني، الله بخليها تحكي معك. أروى. نعم بابا. تعي أحكي مع جوزك وأعطيه الأمان. مات يلا عليك. شو شقرة لك، يخرب بيتك. شو جقرة؟ شو عمي؟ متنحة ورفست ومشيت. على كل الأحوال لك ابني، أنا رح أحكي معه وأقنع. طيب عمي طيب، خلي يا مديحة تخبرها بالشرط. أوكي يلا باي، خافك. ماشي ماشي يا أروى، ماشي يا أروى. أنا برجيكي، أنا برجيكي. عم ترفسي كمان؟ ماشي. ماشي، أنا بورجيكم كلكم كلكم. بورجينا كلنا كلنا كلنا. شو؟ شو شو؟ إيه كلنا كلنا مثل ما قال. تخيلي. يزوم. شبك شبك، طول بالك طول بالك. اسف اسف. شو صاير معك؟ مخنوق. مخنوق؟ شو في؟ مين خانق؟ لك مخنوق. طول بالك. متضايق لك، رح يجننوني هدول، رح يجننوني. وطي صوتك، مين هن؟ شو صاير معك؟ تحكي. تعال خدني خدني. تعال روح، امشي امشي. بردان بردان، جوعان. طيب
لك بدي نام بقى، يقطع السفر وسنينه. خلص ما بقى اضغط على امين، واللي بده يصير يصير. تشتغلي وبس. كنا عم نحكي عن الأخلاق. قصدك تقولي الملايين؟ بالعكس، أنا بهتم بالأخلاق قبل الملايين. شو قيمة الملايين إذا ما كان عنده واحد أخلاق ولا شيء؟ مثل المليونير اللي ما عنده سيولة. شو قيمة المليونير إذا ما كان عنده سيولة؟ صفر صفر، ولا واحدة بالدنيا بترضى فيه. حتى لو كانت أخلاقه 10 طوابق. عصيرة الطوابق كلكم مأجرين هون؟ كلهم مأجرين، وأنا كتير عم عاني بيناتهم، بس خلي الطابق مستور. هلا هيك الطابق مستور؟ شو بيعرفني، ضايع الطاسة. جنجي تفرجي واسكتي. ما بدي تفرج، بدي بابا. ايه ناقصنا أبوكي كمان. وصفولي الصبر ويتو خيال وكلام. شو عم بسمعوا هاد؟ أنا بعتقد إنه هو عم يستفزنا. لا 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 لا، أنا لا أشك إنه يزن عم يدفشنا إلى هاوية الحرب. لذلك أنا أظن أي ردة فعل سوري لازم تكون مدروسة. أحسنت، ونحن بهي الحالة لن ننجر إلى أي حرب. يا جماعة يا جماعة، حاجة تعتقدوا وتظنوا وتشكوا، طلبوا له البوليس واتركوا الباقي علي. تمام، وشو بصير معكم؟ خبروني. سيد سلام، أنا ماشي رايح عندي لقاء على الأرضية. خليك دكتور هلا. البلا عالكل، والله فهمناها لهي الديباجي. الزلمه قاعد عم ينشر غسيله، معقول تكونوا ضد النظافه؟ نظافه؟ نظافه وشويه اهانات على الحيطان، سوري. اني بسميهاش هيك، اني بقول عنا خطوط طفوليه بريئه. ولي رحمي، شو عم تبربري؟ انا ما عم بربر ابدا، بس بالظاهر ما شفت شو كاتب لك على باب العياده. الحقيقة ما لحقت تشوف شو كتب. كاتب لك انقلع. إلي أني لهون وبس. تركني هي حط شعرها طولي بس بعدها. خليني الزوق إذا أبوك مربيك أنا مربيك، ها وأنا يعشحش من ابن عمي 100 مرة، فهمان؟ طول بالك دكتور، شوفك لحالك. أشتب هذا، شو بدك فيه يا أخي؟ يا دكتور القصة ما بتنحل هيك، القصة بدها تروي. طبعا شو تروي شو ما تروي، شو عم تحكي؟ الشغلة صعبة بدها زلم لحتى تكون يفهم ايش بدك تحكي. معك حق، القصة بدها تسلم. اسمعوا يا، إذا ما في حدا يوافقك تحدك، أنا يوافقك تحدك. رح نشوف يا سيد، يا زلمة رح ينقلع من البناية. رح نشوف. طول بالك. هلا خلونا نفوت لجوا نجتمع لحتى نشوف كيف الله بده يريحنا من الآفة اللي بلانا فيها. مظبوط سيد سلام، تفضل دكتور، معلش تفضل. قلت لك عمو سلام ما خرج. حبيبتي عمو سلام مختص بالمحاضرات والسلام. أنا آفة
ماشي، بس لأني بدي حريتي. عن جد الكينج معه حق. يا ابني الحياة مثل ما بتفوت فيها مثل ما بتطلع، فلا تحملها زيادة، وانتبه ما بحك جلدك غير ضفرك. اوكي، معناتها صار وقت الخطة رقم بيه. بكون سكروا يعني بكون سكروا. مو انت بدك تطمني عليه بشكل غير مباشر؟ هي انا عم طمنك عليه وعم قلك انه طلع، ويا ريته ما طلع. ابعت لي 100 حمى ان شاء الله. اكيد دقنه طولانه واسود تحت عيونه، ما هيك؟ ايه حبيبتي في سواد، بس مو تحت عيونه، بقلبه. ايه العمى بقلبه، شو قليل ذوق؟ لك عامل منشر غسيل من باب بيتك للاستوديو. شو؟ لك هذا شلون عم يغسل لحاله؟ اذا اللو دليل بيسميه عصير جلي. ولك اروى لا تشبهيه علي. عم قلك مو تارك كلمة بلا طعمة إلا وكاتب لنا إياها على البواب، وفوق منا مسكر علينا بغسيله المنشح يضرب هو وياه، وأنت لسه بتسألي لي على السواد اللي تحت عيونه وطول دقنه؟ إن شاء الله بنمحي. طولي بالك علي يا عبورة، مشان الله طولي بالك علي. أنا عم بحكي معك هيك بس مشان فش قلبي تنفيسه، يعني مشان يضل موقفي قوي قدام أهلي وأهله. وحتى معي ما بقى فيكي تحكي هيك، وأي سؤال عاطفي عنه مرة ثانية بتعتبري إنه صداقتنا لاغية، لأنه أنا شوي تاني رح دق بخواني وريح الكرة الأرضية كلها منه. شو؟ شو بتكون تعملوا هلا؟ والله يا عمو ناطرينه هو لنشوف شو بده يساوي. سوري خليكم ناطرين لك. ها أنا شخصياً بقدرش أنطر أكثر من هيك، لأنه البني آدم عنده قدرة محددة للاحتمال. دخلك ها؟ اصحك الطق. سكرتي؟ لا الحمد لله ما في اشطر منك بالتسكير والاغلاق، المهم انك ما تداومي. يا حبيبي لوين لوين اخواتي؟ والله ما بعرف، بجوز مخربتين بالعنوان، بس على حد علمي كان في استوديو تصوير. ايه كان في استوديو تصوير صحيح، بس هلا مثل ما انك شايفه في ناس ساكنه، بشر يعني، من حقها ترتاح وتاكل وتشرب وتنشر. اهلا وسهلا، الله معكم. طيب شكرا يا عم. عفوا. امشي بعدهم. هون مكان السكن، هون مو سوق جمعه. سري مري ونحن محبوسين قفل الباب، ما بنسترجي ناخذ راحتنا ببيتنا وبكريدورنا. يا جماعه بدنا نتنفس، خنقتونا. لوين طاحشين؟ على عيادي. مالك مصلحه بنو؟ انت شو دخلك؟ ما دخلني، روّي شوي، أنا مشاكل هذا. عم يقلعوا براس العالم بدون ما يحطوا مخدر، المخدرات عم يوفروها مشان يبيعوها المفرق السوق السوداء. سمعت؟ سمعت كيف عم تبلانا؟ سمعت، ما أصلا كله منك. أنا؟ شو دخلني؟ بعرفش. يا جماعة، هون مكان للسكن، مو مكان للإسعافات. سوري، انتبهت شو قال؟ انتبهت بس عطنش. من حقنا ناكل، من حقنا ننبسط. واقف عنك هويتك. ليش هويتي؟ انا طالع عليها. يلا يلا اهلا وسهلا فيك. روح ما نصح، روح. لا انا ما عاد فيني اتحمل، سامعين بدنكم شو عم بيحكي؟ طولوا بالكم يا اخي، هذا الولد اكيد في عنده مشكله كبيره. مو هون المشكله. سوري، المشكله بآلية التصرف مع هيك نموذج مرتبك اخلاقيا. ايه واخرتها؟ مدام انسان خلص ازرعيه بهالدهن عمى. شرفوا يا جماعه لشوف شو بدي اسوي. تفضل. سلاما يا راي على يادي، ما عاش فيني. شرفك قدامي. يا جماعه، لك يا جماعه، الله يرضى عليكم. الغلط ما بدنا نواجهه بالغلط. هذا الرجال صار له مدة محبوس لحاله ولا حدا منا بيلتكش فيه. لك حتى إذا سلم علينا ما منرد السلام، وأكيد أهله تاركينه ما حدا عم يسأل عنه. بعدين اللي بيوصل لهي الزروة لا تستغربوا، ممكن يرتكب أي شيء بدون وعي. باختصار هذا الرجل مضعضع على فراقنا. نحنا شو دخلنا؟ شو قلنا علاقة بالقصة؟ لك يا أخي حاسس حاله مظلوم حتى ولو كان هو السبب. يا سيدي حتى لو كان هو السبب، أنا شو ذنبي؟ سوري، يعني إذا يزن وعبد اللطيف متزوجين، أنا شو ذنبي؟ جمال عيب الحكي. سوري، أنا قصدي يعني يزن مو عن عبد اللطيف.
ولا يهمك، بالعكس يعني انا حتى مثلك يعني كثير محتار انه كيف واحدة مثل اروى تتجوز واحد مثل هذا اليزن. اذا بدك تعرفي كيف انا بقول لك. سوري اسالي عبير، بتعرف عن اروى كل شيء. عمو ما بعت المي؟ اكيد هذا. طول بالك عمو، لا تظلم هذا الشاب المحترم الادمي بدون دليل. سوري بلشت الحرب عنا. عم تطوط على الاصطيح كمان لك يبعث لك حما. بدك شيء؟ عادي يومل. ايه الله معك. على فكره هي اول واخر مره بجي فيها لعندك لهون. حبيبتي هلول مرجوعك عن جيجي. منشوف يا جيجي خانو. اه شوفي نسيت التليفون. شفتي كيف؟ الله معك. يخرب بيتك لك يبعث لك حما، يخرب بيتك يبعث لك حما، يخرب بيتك يبعث لك حما. ولا كيف بدي اشتغل؟ قليل الزوق طفى علينا الكهرباء. هاد واحد ما عاد يفهم بالزوق ابدا. وين رايحة لك يا بنتي؟ وين رايحة؟ بدي روح في مؤبد. سوري قبل ما تروحي مؤبد يا ريت تهتمي بشغلك احسن ما انك قاعده بالعياده. سوري ليش خلانا الشغل نشتغله؟ بدي اعرفه قيمته. تاخديني معك؟ لا معلش خليك مرتاح، انا طالعه استعين بالرجال اللي برا لانه الرجال اللي هون يبدو كلهم صاروا متسامحين. سوري أنا ماني متسامح. عبير لك بنتي هذا الزلمة عم يستفزنا لحتى نبتلي فيه، لك افهموها بقى، يعني نحن ناقصنا مشاكل. عمي بدي احكي لك الكلمتين، سوري بس أنا عم عصب، واصلة معي لهون، بدي أطلع لفوق ارميه عن السطح. جمال جمال الله يرضى عليك أنت وعبير، بترجاكم ما بدنا نبتلي فيه. عمو ليه ما بتخبروا الشرطة وبتخلصوا بقى؟ سوري فعلا حل فعال؟ لا مو حل فعال، الله يرضى عليكم ما بدنا نخبر لا شرطة ولا غيرها، نحن منحل مشاكلنا بإيدنا. سوري فعلا حل مو فعال أبدا. رجعوا له مرته وخلصونا أحسن شيء. يا أخي شو هالحكي هذا، الحل بالوقت الحالي مو وارد. سوري مو وارد بالوقت الحالي. احجروا علي صاحي. عم تفاجئني، كلام منطقي كمان ما بيصير يا جماعة. شو هالحكي؟ سوري كلام مو منطقي أبدا. إيه علينا؟ ولا التسامح مو نفعان معه، والأذى مو نفعان معه، يعني الحل لأي مدرسة تابع عمو؟ أنا فكرت واتخذت قراري، الحل عندي، وبعدين بتعرفوا. أنا بورجيك. ويلو يا زلمة تأخر يا زلمة. يا دكتور عندي مسافة الطريق ومشي. شو مسافة الطريق من ساعة هذا؟ ليكو ليكو يا سكتين. وأخيرا شوفت عينك شوفت عينك. كتر خيركم يا جماعة اللي اتصلتوا فيني قبل ما تتصلوا بالشرطة، صار لسنين هالفرصة نعطرها. لك يلا خود راحتك، اللحم والعظم لك اطلع. هو هيك يلا بإذن الله. والله العظيم اقول لامي ها، لك هي الاكله توصايه من امك، قرب اشوف. رجع رجع يلا ابو يزن. سب وشوف، كلب واطي وحمار. انا كلب وحمار؟ اي لا يا ابو يزن. شد ايدك شد ايدك. قولي طيب من امك. لك اضرب وسمعني سمعني. يلعن ابوك على ابو هالتخلفة. لا زودت كثير ها. لك شنو نطو شنو نطو. لا ضشي انا ما شيكونه.
عزتك راس طب غاضك خذهم معك وانت مالوع يعني تردد لك من البيت شو وشواعي ان شاء الله روح قبل ما اجيب الشرطه تاعتك بقوه واسكت معك للشرطه يا بابا بلا بابا بلا ماما اليوم ما بدك هون هذا الظلم هذا التعصب حرام عليك يا بابا بس هيك تراس يا ابو يزن يا ابو يزن شو بك يا زلمه طول بالك بسيطه ماشي كروب طلع خلص بكفي ابو يزن طول بالك يا زلمه حاجه تعمل لي فيها رجال شفناك فوق وشفناك تحت اليوم ما بينام بالبيت يلا صادق صادق تفضل 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 يا زلمه بسيطة يا بابا صفيت مع الأعداء على مين؟ على ابنك يزن؟ بسيطة أوه وليك ولي شو عمل فيني؟ ضربني ضربني يا أمي ضربني سلخ لي جلدي قدام الناس أهاني والله والله ما راح أحلف ما راح أحلف أمي أنا مالي غيرك يا أمي ما معقول شو عم يعمل فيني صحيح أنت بعتي ولا افتراء؟ ما تواخذنا يا ابني ليش بدي اخذك؟ هو ضربني مو انتي ما تواخذنا لانه تاخرنا شوي كان لازم نضربك من زمان لا يا امي هيك عم تحكي معلش ما بقول منك امي صحيح بيقول لنا برا البيت ولا مو صحيح لكن بدنا نخليك مشان تشرشحنا اك مو عيب عليك تسب العالم وتخليهم يسبونا اك مو حرام عليك مو صحيح فشلوا يا مو ما سبوكم بلوب انا اللي سبيتهم وقت انفعلت شو يعني انفعلت؟ أنا ما بفهم بهالحكي وبطلنا نروح نصالحك مع مرتك كنا ناويين نكسر بصلي على أنفنا والروح بس هلأ ما بقلنا عين منوب أمي أمي شوفي شوفي خلص تقبرني لا تتبكبك لأنه ما بقى يمشي الحال أوكي خلص يعني مشان موضوع الصلحة ما في مشكلة من أجله شوي بس مشان موضوع طلعتي من البيت والله تقيلة خلاص تقبرني بركي بيقنعوا لأبوك يخليك بس بشرط واحد تدفع أجار مثلك مثل غيرك شو؟ شو يعني مثلي مثل غيري؟ مشان ما تحس حالك صاحب ملك وتتأنزع على العالم إيه لا بقى هاي ما اسمها أنزع أمي هاي اسمها عزة نفس هاي اسمها كبرياء هلأ شو بدك مني؟ لعيتلي قلبي خلاص تقبرني طول بالك شوي كلها شهرين ثلاثة وبيبلش أبوك يروق بيبلش؟ بيبلش؟ هذا اسمه ظلم قوم وروح قبل ما يجي أبوك يلا خلصني لك روح لك شو صرنا؟ عم تقلعيني؟ آسف آسف أمي آسف رايح رايح بس رايح ضيع روح إذا تركناك على حل شعرك رح تضيع أكثر من هيك شو كان عم يعمل هذا هون؟ هيك؟ هيك هاري نعمته للولد؟ وبعدين عم تكذب على الثاني أنا بعدك تضربه؟ ليكي اليوم بينام بالبيت بس والله يا بكرة ما بينام عم تفهمي؟ عم بفهم الله يصبرني عليكم مدام أنسام كلهم عم يسكروا بكير وأنا بخاف ضل حالي بالطابق ايه ونحن شو دخلنا فيهم؟ لسه الدنيا بكير يلا رجعي وضلي هنيك للتسعة وبلكي طلع يزن انه عمل له شي فصل ناقص مثله ان ابري روحي وبكره قبل بساعة بتكوني بالدوام سامعة وضيعة خانو؟ طيب ماشي باي يا روح حلو عني بقى روح نقلعو جمال هاي المفاتيح مشان تقفل لانه هي مو شغلتي تصبحوا على خير انت اهلا عمي يلا تصبحوا على خير يعني بس يلا تصبحوا على خير يا حكيم قلت لك اهلا وسلام شو حكيم بقيان هون؟ بدي نام هون بقى عن جد معقول انت يا زلمي عم بستنى رحمي يلا يا رحمي سوري ايه امي اكيد اكيد خلص ورشتك يا امي ايه تعي شوفي بعينك تعي شوفي البنايه شلون لبست لك اياها ثوب العروس إن شاء الله عقبال ما تلبسين الثاني البركة فيك والله كم ورشة لازم تخلص لحتى تلبسني هالفستان لك خلصين عاد هلأ بيطلع الوطوات من مغارته وبياكلك عم بحكي مع أمينة على جايب هاليومين نيالنا فيهاش أفيهاش غير تقول له كل شيء أفيهاش أمين صار لازم سكر يلا باي
يا ابن عمي يا عماد، إلهي يهبط فيك يا ابن عمي يا عماد، إلهي في الشوى لفشتك. ما إذا بزقت لفوق على شواربي، وإذا بزقت لتحت على ذقني. ما هذا الجحش؟ ابن عمي، ابن عمي ولا مش ابن عمي؟ ابن عمي وجحش. استغفر الله، مش معقول. شو بده هذا أمين؟ ألو، ايه عبير؟ ايه اوكي، يلا جاي. لا ما بطول، يلا باي. لوين رايحة؟ سر، وما في داعي تزتني، انا بزت حالي لحالي. تشاو. يا لطيف ما اهرقك، مثل اختك فرد شكل. يا ميت اهلا وسهلا. ايه شو هالمفاجاه هاي؟ لكان لحتى تعرفي انه كل عنزه معلقه من كرعوبه. اها. ولي سوايا زمان ما بيأثر الا عليه. يبعت لي حمى ان شاء الله. يبعت لك حمى انت ما شاء الله. مين جابها هاي؟ ليش بنقدر ما نجيبها؟ اذا بدك بروح. ايه روحي. لك عم بمزح معك. حبيبتي دخول الحمام مو مثل طلوعه. يبعت له حمى لجوزك. مؤامرة واضحة. ايوه هيك لكان. التنسيق على اعلى المستويات. ماشي ماشي. خبرني شو بيصير معك. ها ايه صهري، بس الله يخليك بعت لي وحدات، لانه هالمرة المهمة مفتوحة. شو وحدات؟ لحظة شوي. اوه تكرم عينك يا ابن مديحة. وشو بدك كمان؟ سلامتك، بس هيك اذا شوية اغراض. هلا ببعت لك ياهم، بس ايش؟ بس لا تبعت لي الوحدات. الله معك. هدول شو جابهم هي غمطهم؟ ولك هدول جايين مشان يقنعوها لبنتك اروى ترجع لجوزها. وانت منو قال لك هالحكي؟ لك اروى هي اللي قالت لي. لك ادعميهم يا برا، ادعميهم. شو يعني بدك يعني ارقص لهم؟ شي ما بدك تسأليهم؟ اسأل هلا يعني. اسأليهم. يلا مع السلامة. رورو صحيح عندكم أرجيلة؟ أرجيلة؟ ولا جيجي؟ هلا وقت غلاصتك؟ من لهم الأرجيلة هن يعني مثلا؟ حسبت عندهم. والله يمكن في أرجيلة عند أخي نزار. بالله؟ ريني أختي. ليك أنت مين نادالك؟ لا بس هيك سمعت إنه إجت سيرتي. لا ما بدنا شيء. إيه خاطركم. يعني مو أقرب من جوزك إلا أخوكي. بده لسه يحرمني يفوت لعندك لهون على البيت. بعدين ولا جيجي؟ كم مرة قلت لك لا تجيبي سيرة يزن؟ تركينا قاعدين ومبسوطين يا أختي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.